وثاقي قيد من في الأمر باقي. وثاقي قيد من في الأمر باقي، وباقي العمر قيد من وثاقي. الكلمات صدر البيت هي نفس كلمات البيت العجز البيت، وهذه بها رد الصدر على العجز. يعني ما اريد ان اخذ مال تفاصيل، بس البيت يعني ما يكمل الا بهذه الطريقه. يعني العجز يختلف تماما عن البيت الاول، بس ترتبت بس الكلمات حتى يكمل المعنى. اقول وثاقي عباره وثاقي قيد من في العمر باقي، وباقي العمر قيد من وثاقي. رغيف الخبز من بغداد نادى، رغيف الخبز من بغداد نادى، أغيثوني فقد باعوا البلاد. رغيف الخبز من بغداد نادى، أغيثوني فقد باعوا البلاد. ويحكي سياسة مو سياسة الحقيقة، أنت تتكلم عن الوطن يعني معاناة يعني ما لها علاقة. ولا أكبر سياسي يحكي مثل هذا الحكي. هما حرفان مرره الظنون، فإن أضمرت ذاك العشق دهرا بلحظة لحظة تفضحه العيون. مع عاليها من في الرجال دنا قدرا أعاليها، ومن على سفحها فخرا يناظرها، ومن يجاورها كفءا بما فيها، ومن يورث للأسفار مكنزه للمجد أوتاده، من ذا يضاهيها. طبع الإباء على جفنيك يكتحل، الكحل مالتها إباء. طبع الإباء على جفنيك يكتحل، يختال إن أومضت في لحظها المقل. سألت إن أوقدت نضجا بدامعة، كيف المآقي وقد فاضت بها المثل. ولست أحسب أن الطل في حور، ولست أحسب أن الطل في حور، ومنتهى الحسن أن البدر يكتمل. ما الكبرياء بحمل الجرح متكئا، إن كان في جرحها ما ليس يحتمل. مختار حارتنا يفتي فنتبعه، مختار حارتنا يفتي فنتبعه، أمر إطاعته إذ نحن نصنعه. إنا نمكنه منا لنخدمه، إنا نمكنه منا لنخدمه، نخشاه لكن على الأكتاف نرفعه. فحل وشاهده نسوان عهدته، مختار حارتنا لا شيء يمنعه. بعض ما دام احنا بشهر الصيام هاي كتبتها يعني قبل ما اجي. بعض يصوم ليأكل الأطياب، بعض يصوم ليأكل الأطياب، فلعل في فعل البطون ثوابا. بعض يصوم ليأكل الأطياب، فلعل في فعل البطون ثوابا، والبعض يفنى مرغبا بمجاعة، والبعض يفنى مرغما بمجاعة، وكأن في أكل الرغيف عقابا. ناس تموت من الجوع وناس خلي المفرطح قدامه. طالما يبتزه كفاني والفرن العتيق وخبزه، من يبرئ الجرح الندي بشجوه. أماه من والذكريات تحزه، اليتم حزن المستديم أنينه، اليتم حزن المستديم أنينه، بين الأمومة والطفولة هرزه. عرضا يجوب المشرقين وطولا، عرضا يجوب المشرقين وطولا،
يختار من بين النساء بتولة، عرض عرضا يجوب المشرقين وطولا، يختار من بين النساء بتولة. أوحى بما جعل الإماء غنيمة لتديم في نسل الطغاة فحولا، شر البلية في حديث مشعوذ يلقى صداه على الرعاء قبولا، وتوابع والمعطيات تناقض أضحوا على مر الزمان ذيولا. يا ليت شعري هل أتت رويتي بالمناسبة، يعني بالشعر إذا تكتب يا ليت شعري يعني يفترض كبلا تخلي كلمة هل، يعني هذه يعني على كل، يا ليت شعري هل أتت رويتي ليس الذي أفتى الهراء رسولا. كما الأنداء تعبدها الفيافي إلى عينيك تبتهل القوافي، كما الأنداء تعبدها الفيافي إلى عينيك تبتهل القوافي، لك الآيات أكتبها خشوعا وقد نضجت على بكر القطاف، لجيدك أنظم الأبيات تدرا مزبرجة بألطاف اللطاف، لجيدك أنظم الأبيات درا مزبرجة بألطاف اللطاف، إذا امتلأت عيون الكون شعرا فليس الحرف ملهمة بكافي. أكتفي بقدر هذا القدر، بس يهمني أن أقرأ قصيدة لأول مرة في هذا المنتدى وأبد مناشرها، يعني لأول مرة تنشر هذه القصيدة، ويسرني أن ألقيها بهذا. وأيضا وعدتكم ما راح ألقي قصيدة لأول مرة، الحقيقة أكتب الجزائر صار بها حريق كتبت، يعني أينما تكون معاناة أينما تكون إنسانية أخي العزيز شاعرنا إلى آخره، ما عرفنا شنو انتمائك ولا شنو، مرة تكتب هيك مرة تكتب هيك، مرة تكتب للمسيحيين مرة تكتب لليزيديين، مرة ما نعرف شنو انتمائك، يعني هو طرحها بس يعني كلمة حقي راد بها باطل. حقيقة أثارني لأنه اعتبرت هذا السؤال يعني بيه نوع من الخبث، يعني مقصد يعني حقيقة جرحني، يعني مجرد السؤال بهذه الطريقة جرحني، فكتبت ولاء وانتماء ونشرتها على العام، فهو يعرف أنه أنا كاتبة، ويسألني خبيث عن ولائي، أنا المهووس فخرا بانتمائي. ويسألني خبيث عن ولائي، أنا المهووس فخرا بانتمائي، لمرضعة تدر الزبد مجدا وفيض رضائها أغنى ارتوائي، ولائي بالذي امتدت جذوري قد امتدت تعانق كبريائي، لإنسانية ملأت كياني لقول الحق شرحت ابتدائي، لمن والله يحسبه نبيا ومن ألقاه مستمعا ندائي، لمفردة بها التكوين باها ألا فكر بحاء ثم بائي، لجمع الخير أعلنت انتمائي وليس لغير طائفة ولائي، ففعل الخير عند الله دين وضمنه بشرع الأنبياء، وفائي لست تدركه إذا ما جعلت الشرع مقياس الوفاء.